لا بد أن ننتبه إلى التحديات الحقيقية التي تنتظرنا. لا وقت لنا نضيعه مع الذين أصابهم الصعاب وأصبحوا يهيئون الانتخابات 2021 من اليوم. إحنا انتخابات مع مراكز عندنا هاجس وحزب العدالة والتنمية قدم الدروس في التنازلات. حزب العدالة والتنمية لم يكن همه في يوم من الأيام أن يهيمن على المؤسسات، وإنما تاريخيا كان يريد أن يبني بتوافق وطني وبإرادة وطنية مشتركة مؤسسات قوية على أساس ديمقراطية نجاوب بها هذه التحديات. ولذلك في عدد كثير من المرات لم نشارك في جميع الدوائر، ليس خوفا وليس عجزا، ولكن ايمانا بان الديمقراطيه المغربيه ينبغي ان تبنى بشكل جماعي. ولذلك نقول لهم اذا اردتم ان تعدوا الى الانتخابات اليوم فاعدوا لها ما استطعتم، لكن شريطه احترام المؤسسات واحترام القانون واحترام الحد الادنى من الاحترام الضروري بين الفاعلين. ما معنى ان تتجند اليوم؟ عدد كبير من المواقع والصحف الصفراء في حمله للتبخيس وفي حمله لاستهداف الحياه الخاصه وللقتل وللتجريح، وجندت لها الاموال وجندت لها الصحفيين وعدد كبير من الامكانيات. ما معنى كل هذا؟ إذا أردنا أن نريحكم يمكن أن نقول بأن حزب العدالة والتنمية لم يكن همه هو النجاح في الانتخابات، همنا هو خدمة المواطن من أي موقع كنا فيه، سواء كنا داخل المؤسسات أو كنا خارجها. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.